قلبنا والسحر متعلمنا في أحلى ما فما، في هالماكلات الذلولة، في رشفة الكوكاكولا والفرجة والشيخة متاع الكورة، ربحنا ولا عكستنا الفرحة الكل في لمتنا. سحر الكورة مع كوكاكولا. Vibrons football avec Total Energy, partenaire du football africain, en regardant votre émission. Chez Total Energy, on en fera toujours plus pour vous. يم التاريخ يا غالية، تونس يا خضرة، نغني لك ونغني عليك. أفريكا هي يا مرايات العالية، نحبك والله نحبك ونموت عليك. فرحة في كل مكان، say darling, no, no, woman, no cry, you don't change, no, this, no, 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 woman, no cry, anana, no, woman, no cry, say baby, no, 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 said I remember when we used to see in a government yard in trench time. Everybody, no, 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 no. Woman, no cry, say darling, no, 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 no. Woman, no cry, no, 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 no. Woman, no cry, no, 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 no. Woman, no cry. Wake up, wake up. Wake up, Africa. Wake up, wake up. Wake up, Africa. Terre de paix, terre d'amour. Lien de rêve pour toujours. Mon père m'a dit un jour, quand j'étais petit, sauras-tu aimer cette terre comme t'as aimé ta mère, souvenir des racines de ton père. Sauras-tu accoler pour moi ta mère cette terre. Wake up, wake up. Wake up, Africa. 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 Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Most people think great God will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is really worth, you would look for use on us. And now you have seen the light, come on, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Now you have seen the light, come on, so don't give up the fight. And no, 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 get up, stand up. Stand up for your right.
Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Don't give up the fight. Yeah. شكرا للفنان أحمد الماجري. مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في طبعا كأس أمم أفريقيا كالعادة التاسعة. تصنع الحدث من خلال هذا البلاتو، من خلال طبعا متابعة يومية ومواكبة يومية مستمرة للمشاركة التونسية ولكأس أمم أفريقيا، أكيد بحضور عديد الوجوه الفنية من تونس ومن خارج حدود الوطن. أكيد سعداء بهذه الإطلالة، ونتمنى أن نوفق تلك 30 يوم في تقديم مادة إعلامية رياضية تستجيب للمتلقي أينما كان في تونس وخارج حدود الوطن. خلينا نرحب بالحضور. أكيد نبدأ على اليمين، المدرب الوطني السابق ومدرب اتحاد المنستير، مدرب صالة وجال في تونس وخارج حدود الوطن، سعيد باستقبال الصديق والمدرب الكبير فوزي البنزرتي. مرحبا فوزي. الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك سعد. ايضا يحضر احدانا كالعاده، منورنا الدكتور صادق قحبيش. اهلا وسهلا دكتور. مرحبا خويا عادل، مرحبا بالضيوف الكرام، سي فوزي، سي فيصل خويا صديقي، سي محمد، وباللي تبعوا فينا. ما خدتش تقدم انا معناها. لا سامحني. ديما تحرق في الاوراق. يعطيك الصحه في البلاتو، نجحت فيه. ان شاء الله ممتاز جدا. ان شاء الله يكون نال اعجاب الساده المشاهدين، لانه استحقوا بلاتو في قيمه المشاهدين نتاعنا. طبعا سعيد بالترحيب بالمدرب المتألق دائما وابدا خارج حدود الوطن محمد الكوكي. اهلا وسهلا بك ومرحبا. مرحبا عادل، مرحبا بالحضور وبكل الساده المشاهدين. مش اول مره بحضنا في التاسعه. لا اول مره عادل. اول مره في التاسعه. اول مره، واول مره نحضر في برنامج فيه عادل بوهلال على المستوى التلفزي بطبيعة، وهذا شرف كبير لنا. عايشك شرف متبادل. عايشك عادل. ايضا سعيد بالترحيب ترحاب خاص بالاعلام القدير والكبير فيصل شعبان. اهلا وسهلا بك. مرحبا بعادل، مرحبا بالضيوف وبثله من الوجوه النيره اللي عندي ياسر ما ريتهمش. بدايه من سي فوزي قلت له يمكن 25 سنه ما ريتكش معايا، فان شاء الله نكونوا خفاف الظل على الساده المشاهدين في التاسعه هذا المساء. ان شاء الله. على كل حال نحب نقول لي باش يكونوا عديد الوجوه حاضره معنا تيلة هذه الدورة. طبعا باش يحضر يكون زياد يلتحق بعد قليل، شكري الوعر، ناصر بدوي، عبد المجيد قباطيني، جمال الإمام، القائمة طويلة من مصر، نادر السيد من الجزائر، قروة بين سبورت في باريس، محمد الوضاحي الحي والقاعدة تتبع فينا، وعديد الوجوه ستكتشفونها تباعا في الأيام القليلة القادمة. خلينا نرجع شوية بستوف أبرز لقطات حلقة الأسبوع الفرد. صحيح احنا 12 مليون وصحيح ما عندناش انفراستركتور وصحيح ما عندناش امكانيات وصحيح جمعياتنا غارقه الكل، لكن عندنا ابطال في كل الرياضات موجودين. معناها المنتخب التونسي يوصل في نهائيات ويوصل لادوار متقدمه في كل المناسبات، موجودين في كاس العالم. نحكيو على اونس جابر، نحكيو على في كل مجالات، على السباحه طبعا، الناتاسيون، معناها الحفلاوي اللي هز ميداي، يعني في الباسكت، في الفولي، في الهوند، الجمعيات التونسيه، الترجي، الاتوال، سي اس اس. ريزون دو بلوس باش تعرف قوه التونسي، اما التونسي لازم حاجته مسؤوليه. اي لما قداش نجموا نشدوا في الوضع هذايا اليوم في الفقر المدقع وغياب الامكانيات وغياب التجهيزات، قداش نجموا نشدوا؟ عام اثنين ثلاثه اربعه خمسه سيبو، ما عادش نجم تكمل. تعرف عادل حتى كي تبدا ما عندكش فلوس، راهو جواراتها من الناس كل لعبة كورة، حتى تبدا مش خالص، كي تهبط سور تيران راك تنسى، تنسى اللي أنت ماكش خالص، كي تزيد تلعبوا في تارتون، تيران مش بتاعه، وجمهور فوق سطوحات وكذا، حتى لونفي تنقص، لونفي تنقص، الريزولتا تنقص، السبونسور ينقص، كله مربوط ببعضه. صحيح. أنا نتصور توا ليتوال، ليتوال، بالجينيراسيون هذه اللي عندها، بالستاد اللي باش يولي عندها، إيبا حتى أونيفو بسيشيك، مش حتى بسيشيك، الترتيب، الترتيب نتاعها. السنة وعام الجاي والعام باش ترجع ليتوال اللي نعرفوها قبل تاع 2006 و2007، هذا كل مربوط بالتيران. جو بونس كو سي تري زيكيليبري، وهذاك هو وسط التيران. نقولوا الفرجاني علاش مش موجود، الفرجاني علاش موجود؟ فما ثلاثة اللي كي سون انديسكوتابل،
فما صخيري قدام لا ديفونس كلي انديسكوتابل والبيليي والمعني اللي يقف عليه ليكيب الكل. فما العيدوني زاد كيف سان جوير كي انديسكوتابل بروبا ما نعرفش بعد حنا بعد كيف باش يلعب كونتر زيم بيفو ولا باش يلعبوا سوغ ان كولوار. جو بونس كي نستغلوا في وسط التيران بحكم عندنا العيدوني وصخيري قدام ديفونس كان باش نلعبوا بثلاثه التالي نولي ننجم في البوست هذاك يلعب. الشعلاني بارابور خاطر هذوما ثلاثه ما فهمش كلام. الشعلاني كي نشوفوا الكوبارا بالاخرين ماني كنت تريزون فور كان قبل الفرجاني يعني النيفو نتاعو كان الفرجاني. مشينا في ظروف هكا راه مشينا في ظروف عرك والامبيونس خايبه وليكيب مشكشكه وصلنا فينال ليه كيف كيف مشينا بالبوعزيزي صغير مادي بسلومين صغير وقايسر بودمان صغير حتى دوما بوكو تالون بعادل بعادل يتسمى كبير في الوقت هذاك عماد بن يونس برشا جوارات صغار معناتها حبيت نقول لك راهو سافا با دير راهو الجو هذايا باش يخرجنا من بالعكس الجو هذايا التونسي كي يبدا ماشي الكومبيتيسيون هو تحدي في خاطر احنا راهو ماذا بينا ندخلوا خايفين. لازم الناخب الوطني يكون عنده ان بون ديسكور اللي راهو ماشي عندك كانك ماشي 30 يوم كاميكاز ما تحسبش على البرومي تور ولا الدوزيام تور. شو بيخذيتهاش كلمه والله كلمه باهيه قالها قال كاميكاز كاميكاز ايه كاميكاز بومبا ما شوف حرب نتاع كوره عزيمه عزيمه راهو تحط بينك وبين روحك راه عندي 30 يوم كاني ماشي مع دي ميليتير هو شاب من كاميكاز فهمت كاميكاز ماشي تقنبر روحك اما عزيمه نتاع 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 جندي فهمت عزيمه نتاع جندي تمشي غادي هو يفجر مواهبه الرياضيه يحكي غادي هو ديجا تفجير بزايد في الكاميرون لامان ما عجبتوش انا قاري غلف لك فيها يحب كلمته هو ما جندي يا شاب شنو جندي باش تفهم معناها الانفراستكتير والكياسات والظروف اللي ناصر بدي يسر على انه يعمل استوديو غادي حاب يكمل ماشي مو غادي ناصر هو الاولاني لو بوي سبيسيال نتاع الطياره باش يمشي مع ليكيب ناسيونال سامحني باش يمشي في الطياره نتاع ليكيب ناسيونال نسبقكم ديجا نسبقكم نهار الخميس عادل هذه الرايه الوطنيه لازم نمشيو عادل فيهم جو ما دامك باش تمشي تلعب باش تدافع على درب بلادك كله يهون كله يهون فماش هذاك خاطر خاطر السوفينير هيك تاني سام مونك ولا شكري تصور 100% معناها الجو هيك حتى ولو صعيب وكل شيء اما راهو فيها احساس فيها احساس كبير ياسر لان هي الكوب دافريك اللي مع سكول وقت مشينا نيجيريا 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 ظروف وقتها ظروف طياره نيجيريا غانا سكنا فانا ظروف سكنا فكل حبيت مر اللي انت مشيت انت شكري في الكوب دافريك مع ايش بيشرفني اني مشيت مع شكري احكي ما حد حبيت مر تصرح شكري يقول كبير بعد يشرفني اني مشيت مع شكري واني معه في 2000 زاد اي صحيح 2000 زياد صغير نغنغي حبي اي لكن ناصر يقول لك البلاد ما تطورتش البلاد ما تقدمتش اي لكن باش تتطور يا عادل باش تفهم انت الانفراستركتور الكوره قداش عندها امبورتونس تحب ولا تكره اليوم كان نجوم بلاد ما تتطورش وظروفها خايبه وظروفها تعيسه احنا وقتاش بنينا ناصر هو حاتم ملعب رادس ملعب رادس وقتاش هو حاتم في البيت اي انا وحاتم انا وحاتم ترابلس نحييه بالمناسبه بلدان تخدمت بلدان اللي كنا نحكيو عليهم شوف التيرانات نتاعهم كيفاش ونضحكوا عليهم ولينا احنا وين وصلنا وهما شوف التيرانات اللي عندهم وتشوف كيفاش اي اي ناس خلطت وهربت وديباسيتنا سي فري على غالب احنا بدنا مش منا نحن تعدينا مراحل صعيبه العشريه هذيا لكن اليوم نشوفوا لي زيكزامبل باهين وان توكا هذا كل الكاف برشة بلبيز انكور اون فوا طبعا كانت لقطات من حلقه الاسبوع الفرد تحب نرحب بزياد جزيري اهلا وسهلا بيك زياد مرحبا اهلا عادل صح ولك يسال تسويقه تقريب زياد جد شدتك شويه شتاف الثنيه الحمد لله نزلت رحمته الحمد لله وفاء مرحبا معلم حطيتك مقابله باش استمتع معلم نمبر 1 ما حطيتوش بحذاك ما يقول لك اللي تحبوا قابلي قلت ما نحبش الكمال خاطر بحذاك سيد زاد احبك زاد طبعا في البدايه نتوجه بالشكر لتوتال انرجي لسبونسور تيتل لكاس افريقيا للامم توتال انرجي كاميرون 2021 والمساند الرسمي لبرنامجنا التاسعه كان اكيد باش يكون معنا في متابعه لكاس امم افريقيا دونك تحية دائما وأبدا لتوتال إنرجي See
was pissed at you. Now here's what I'm gonna do. I know a debt to love has been paid. Chez Total Energy, on en fera toujours plus pour vous. أصبحت توتال إنرجي الشريك الرسمي للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم في جويلية 2016 لمدة 8 سنوات، وبذلك تصبح توتال إنرجي داعم لكرة القدم الأفريقية وتساهم في تمكين الجمهور من عروض كروية شيقة وتعزيز قيم هذه الرياضة. تدعم الشركة الشغف بكرة القدم من خلال كأس إفريقيا للأمم توتال إنرجي كاميرون 2021 من 9 جانفي إلى 6 فيفري 2022، واللي تعتبر أكبر تظاهرة رياضية في أفريقيا والمسابقة الثالثة في العالم من حيث الأهمية. طبعا أكيد إذا نحكيه على أفريقيا نحكيه على أجواء أفريقيا، نحكيه على برشا حكايات في علاقة بأدغال أفريقيا، وكلكم زرتوا أفريقيا، فوزي درب في عديد المناسبات النوادي التونسية والمنتخب الوطني وشد الرحال أكثر من مرة إلى القارة السمراء مثل مرحال زياد جزيري كلاعب وكان مسؤول أيضا. نعود إلى أفريقيا، ماما أفريقيا عصام زيناوي وليد الرياحي في هذا التقرير. هكذا هي الأجواء في الكاميرون قبل ضربة البداية غدوة طبعا لكأس أمم أفريقيا. فوزي البنزرتي أكيد أفريقيا نعرفها وتعريفها. أفريقيا أنا بالنسبة عمني وشفت في إحصائيات موجودة معناتها نعرفش مجلة خرجتها، أكثر مدرب زار أفريقيا هو فوزي البنزرتي، معناتها حتقم رقم قياسي يتحطم على ذاك. ما نجمش نحل الكان بدون غياب فوزي بنزرتي خدم في وزارة أفريقيا وخدم مع عديد النوادي في علاقة بالكرة الأفريقية.
افريقيا كل زرتها سونس اكسبسيون معناتها معناتها مع مع تقريبا الفرق الكل معناتها افريقيا هذيك افريقيا تو كنت نحكي المتر قلت له راه معناتها ليش كو يبكي ما يمشيش لافريقيا احنا في افريقيا لازمنا نعيشوا بالوضع اللي فيه افريقيا لا اكثر ولا اقل هذه كونديسيون وكذا في ذاك وتحسنت برشا افريقيا معناتها على 10 و15 قصدي كابتن فوزي اللي جاي من الكاميرون تقول ان الامور مش ولا بد على مستوى الاقامه على مستوى انا طبيعتي ضد اللي يشكي بجيم ادابت انا اقولها كلمه وعاودها راهو لا ريوسيت سي لادابتاسيون لازم تتاقلم في الوضع الموجود كسوا ترى كسوا جو سي با معناتها نتائج وبعدين معناتها هذا كل معناتها كانت عندنا فتره نعرفوا باش نلعبوا كوب دافريك في الكاميرون ما نعرفش معناتها حضروا ولا ما حضروش اما هذيك افريقيا ولازم تتعود على هذا ولو معناتها نطلبوا ما احسن وما افضل ونحب وانا علاش نقول عده مرات نقول لواحد الرؤساء لو حالينا ما نشاركوش فهمتي ولا تقبل بالواقع لازمنا نقبلوا الواقع وكونترير معناتها ما نحسوش خاصه المجموعه نتاع اللاعبين كانوا معناتها في وضعيه خايبه مشيت لانغولا مع الكيب ناسيونال في كان 2010 الكونديسيون كانوا معناتها نقول لك كاتاستروفيك عمري ما تكلمت عليهم ولليوم ما تكلمتش عليهم فهمتني ما تكلمتش على الكونديسيون اللي عشنا فيهم في الليبرجمون في الماكله في كل حاجه ما تكلمتش عليهم بالكل لاني نحب نخلي اللاعبين كونسونتري بور لو سوجي نتاع الفوتبول دونك ما انا جسي دو مادابتي كيما يقولوا معناتها بون في الترينات نتاع تونس والوضعيه نتاع اي في اي صحيح اي ما انصدبت لازمنا نتاقلموا مع الوضعيه ولازم كل واحد من جهته يحاول باش يحسن ويحاول باش يعطي الاضافه بالامكانيات هذوك فهمتني فلوس مش فلوس ترى فهمتني ترينات مش ترينات كل ما احنا معها معناتها الوضعيه هذه لكن كتونسي حب معناتها وهي تعدات مثلا عشريه خايبه ولا كذا وكذا لازم احنا معناتها نعاونوا ونتاقلموا مع الوضع الحالي من غير ما نشكي ولا نبكي ونصدبت هذا هو اهم حاجه. زيد انت كلاعب وكمسؤول كيف يعني زرت افريقيا وديما عندها نواميس افريقيا وعندها المشاكل والصعوبات اللي موجوده اعتقد تعودنا عليها. ماشي باش نربح يعني ما عنديش حتى ماشي باش نربح عليا وعلى الادفيرسير وكاو ما نقولوش ماشي ما نمشيش ولا نمشي نربح هكاو اذا مشيت هكاو سي فيني ما عادش تخم في الحوايج الاخرى تخم في التيان تخم باش تلعب تخم في الادفيرسير تخم كيفاش تكون تدوميني الادفيرسير تكون خير منه وتربح ماتشوك باللي تحب انت بالتياح بالتكربيس بالقليه بالتكتيك بالتكنيك كهو هذاك هو ما فهميش انا احنا تو في وسط اللعبه دخلنا للكان تو الحديث الباقي زايد كله سيدي انرجي نيجاتيف معناها تنقص منك وما تزيدكش بعدين نحط روحي نخلي روحي في الكومبيتيسيون خلي روحي اني نحضر فورمتي كيف نومي رقادي كيفاش جو مادابت للتيران لادفيرسير كيفاش نكون في التوب فورم نتاعي لو جورجي معناها نهار اللي زف الاربيتر لازم الساقين يجاوبوا ما فماش كلام وقتها كان ديماري لازم سي نكون اني اقوى من الادفيرسير سي فيني ولا لوش تلعب فيه الماتش ولا لوش نمشي جمله معناها الكلام هذا كله هو نحبوا نحكيوا نحن مثلا الصحافه من حقها باش تحكي وكذا اما اونترونور ولا ملاعبي نو إلا با دروا سي فيني يعرف روحي لي بخي يدوا يترو بري ديجا مش يلي بخي محمد شنو دور المدرب في ظروف كيما هكا؟ شوف اولا توا افريقيا ما عادش غريب علينا معناتها سواء على مستوى الانديه ولا مستوى المنتخبات معناتها من سنوات واحنا نلعبوا في افريقيا وبنسبه مئويه عاليه احنا ناجحين اكيد المدرب فما ديسكور سيرتو لي زيكسباتري خاطر اللاعبين المحليين معناتها الموجودين في المنتخب اغلبهم لاعبين كؤوس افريقيه ويعرفوا الملاعب ويعرفوا الظروف المناخيه وقالها ديجا منظر معناتها الكلام اللي كان يحكي فيه سي فوزي ولا زياد توا قال منظر قال اون دوا سادابتي وهذا هو معناتها التاقلم وزيد حاجه اخرى عادل اسكو الملاعب نتاعنا احنا حاليا يبعدوا على الملاعب الافريقيه سي تقريبا نفس الوضعيه وفما ملاعب صحيت تشوف في جنوب افريقيا ولا في اوروبا يتحسنوا ترى عليك وعلى الادفيرسير صحيت صحيت عليك وعلى الادفيرسير الطقس عليك وعلى الادفيرسير ما نعرفش فما حوايج في الكوره كون ميتريز يعني ميتريزي فورمتي نومي ماكلتي لونترمون نتاعي كيفاش مترينا بالكدا ولا ما ترينش بالكدا اما لي زوتر شوز اللي ميتريزوم يقعدوا يصبوا مطر نصب مطر عليه وعلى الادفيرسير لا وحاجه اخرى احنا قوه التونسي في التاقلم احنا وين تحطنا معناتها نلعبوا معناتها كيما قلت لك نعاود رو الملاعب نتاعنا ما يبعدوش برشا على الملاعب اللي باش نلعبوا فيها في الكاميرون واضح فيصل شعبان اكيد تابعت العديد من الدورات والكؤوس الافريقيه شنو ربما تختلف الدوره هذه مع سابقاتها الاختلاف الوحيد هو انه ربما جائحه كورونا
ونعتقد اللي جائحة كورونا مش تكون المرة هذه داخلة في الحسابات متاع البطولة. اللي باش يمنع بالكورونا هو لازم يزر كاس. معناها أنا بالنسبة لي دكتور المنتخب في أي منتخب كان وحرصوا على أنه البروتوكول الصحي يمنع به أكثر ما يمكن من لاعبيه باش أثناء البطولة ما يضربولوش زوز وثلاثة وأربعة جوارات وبالتالي يطيح الحلم متاعه. يظهر لي الفريق اللي مش يوصل كامل العدد في أطوار متقدمة من البطولة ربما كورونا هي اللي مش تحكم عليه باش يهز البطولة. هذا المعطى الزايد على الأخرين. البقية الكل كلام عادي جدا. كي نحكيه على الكاميرون 6% فاكسيناسيون فقط للشعب أمر عادي جدا في إفريقيا. كي نحكيه على الجانب الأمني والفصائل الانفصالية خاصة في الشيرة اللي نلعبوا فيها احنا تونس في ليمبي أمر عادي جدا في بلاد تعودنا فيها في إفريقيا بالليكو ميليتير معناها الانقلابات العسكرية في وسط حتى البطولة. نذكروا كابيندا والتوغو والجراء. كي نحكيه على معناها اللاعبي على أوروبا وموقفها من الكرة الإفريقية موعد معناها معروف أن أوروبا بالنسبة لها إفريقيا كما عظمة الكرومة الماكلة المأكولة ومذمومة معناها تأخذ لجوار أفريكا وفي الأخر معناها وقت اللي يجي وقت أنه لجوار أفريكا مش يمارس فخره بأنه يلعب لبلاده يرقى أوروبا كلها ضد عليه. أوروبا ما عملتش هكا ضد بطولة أوروبا 2020 وقت اللي ما سمعنا حتى شيء على جائحة كورونا في حين سمعني أنا لا سمعني فيصل خاطر الأوروبية عندهم لاعبية معناتها مشرين بفلوس خلصوا فيهم في برشا فلوس دونك معناتها الأندية من حقها باش تشبث باللاعبية نتاعها. أما احنا التوقيت أفريقيا كنا نجموا نعملوا توقيت إلا ما يضرش البطولة الأوروبية وما يضرش البطولة الإفريقية. شوف مثلا احنا وقتاش معناتها في جافي عليه معناتها نعملوها في جافي معناتها كان نعملوها فرد وقت ديسمبر لا حتى ال 15 ديسمبر ولا قبل ديسمبر شويه حتى ال 15 جانفي معناتها حتى ما يتضروش برشا الكلوب خاطر عندهم هما نويل وواحد فهمت لا معناتها علاش احنا نعملوها في بلان كومبيتيسيون. التوقيت راهو عنده اهميته زاد معناتها صحيح كلامك سي فوزي احنا بالعمليه هذه قاعدين نضروا حتى في ملاعبيتنا احنا ملاعبيتنا اللي كانوا يضيعوا بلايصهم يضيع بلايصهم يضيع بلايصته ويولي في وتعرف الكره ما تسمحش عافس وعدي واحد يغيب ثلاثة أربع ماتشوات يمشي على نفسه يجي واحد آخر ياخذ له البقعة لازم يكون محمد صلاح ولا واحد فوديد كبير باش ما يضيعش بلاصته ما يكون ملاعب متوسط. كلامك صحيح سي فوزي أما أنا نحكي على الكواليس عليها ديما كي الحاجة تكون تابعة لإفريقيا القارة هذه اللي الناس والملاحظين وأفضل المدربين في العالم ديما يقولوا بأنه الكرة القادمة والكرة الحلوة مش جي من إفريقيا عليه ديما إفريقيا هي في موقف الضعف نحطوها هذه هي المشكلة والكرة الإفريقية كومونترونور عنده الحق خاطر مونترونور هو ما يحبش تاخذ لهم لاعبيتهم بلاي كومبيتيسيون أما أنت صحافي زاد من حقك يعني الواحد اللي كرينو باش يبدا التوقيت ما يضر حد التوقيت سي فوزي تحب ترقى توقيتي يقعد معايا ما تفرضوش عليا التوقيت وكاس افريقيا راهي ما اللي بدات عام 57 بدات في جانفي عادل ما غلطتي انا بالنسبه لي من اللون انا من اللون بالنسبه لي قلت غلطه باهي على كل حال بابا الحديث سيتواصل عن الكرة الأفريقية وعلاقتها بالمدربين في أوروبا خاصة في ظل معناها تشبث بعض المدربين بنجوم فرقهم وهذا طبيعي بالنسبة لفوزي بن زرتي لكن الاختلاف مع فيصل شعبان يعني مش اختلاف نجم نتفاهموا الكرينو معناتها في شوف رفضوا باش يلعبوا الكوب دي كونفدراسيون هما توقيت هم رفضوا هما ايزون فورما واضح. نحب نشكر كوكا كولا المساند الرسمي للكوب دافريك في الكاميرون وسبونسور نتاع التاسعة سبور اكيد كوكا كولا دائما حاضرة في المناسبات الرياضية الكبرى. البنة والسحر متاع اللمة في أحلى ما فما فيها الماكلات الذلولة في رشفة الكوكا كولا والفرجة والشيخة متاع الكورة ربحنا ولا عكستنا الفرحة الكل في لمتنا سحر الكورة مع كوكا كولا. إذن الحديث متواصل ماذا بينا أخو رايك صادق في الموضوع أنت بين بين جيت صحيح هو الحقيقة التوقيت يضر برشا الأندية أنا خاصة الأندية الأوروبية اللي عندها اليوم أكثر وقت ممكن كل إديسيون كل عامين نزيدوا نقدموا كل ما لقاوا لاعبين إفريقيين يتميزوا على مستوى الأندية الأوروبية على مستوى الشامبينز ليغ وعلى مستوى البطولات الأوروبية. اليوم مثلا الكان هذه
مثلا باش تحكم على ليفربول 8 مباريات ما غير صلاح وماني ونبي كيتا براتيكمون باش تحكم على ليفربول باش تضيع التيتر معناها روحت الكان هذه باش تحكم على مثلا ناخذوا اكزامبل فهمني على الميلان مثلاً. على الميلان مثلا ما غير كيسي وبن ناصر وبالوتوري فرنسا سانتيتيان وميس ورين رين المنتخب المالي عنده 11 لاعب تيتولير في البطولات الليغ 1 معناها صحيح توقيت مش مواتي الحقيقه وكي تلعبت في 2019 ديما ما تروح المشكله هذه ديما ما تروح وتلعبت في 2019 في مصر حتى نادي اوروبي ما عمل هيك شويه تلقك على الموضوع قعد الكورونا باش اثر برشا صحيح على المستوى كيما كان تريز امبورطون واليوم خرجوا بال معناها لا ديريكتيف عندك 11 تلعب عادل حتى 11 فيهم 8 ديفونسور وزوز ميليو تلعب عندك 4 جول ديسبونيبل يلعب و6 ديفونسور تلعب عندك 11 حاضرين تلعب ما عندكش 11 تخسر 2 بلاش معناها سي بيناليزون على الاخر معناها الجمعيات خاطر تو كي مثال غامبيا نحكيو المره اللي فاتت واليوم غينيا بيساو 14 على 28 اشطر جمعيه معناها مشاكل كبيره باش تلقاها الاطارات الفنيه وخاصه الطبيه باش تحاول كيفاش توصل اللاعبين في احسن حالاتهم لكن نرى اليوم اللي كاس افريقيا هي خلينا نقولوا هي فرحه كاس افريقيا هي لما كاس افريقيا هي رجوع الى الاصل والى مهد معناها الكره والراء اللي بكره حكينا شكون باش يتقلق وما يتقلقش الحقيقه اللاعبين اللي ينشطوا ولا نشطوا حياتهم كامله في اوروبا هما اللي يتقلقوا شويه معناها احنا ناخذوا الاكزامبل نتاعنا ديما نقولوا مثلا الخزري اللي خرج اليوم بتصريح معناها قال بيت لوتيل تشبه فهمتني حاشاكم القبر ولا الجبانه هذاك فريمون عبد مش مستانس باللي كونديسيون هذوما اي نابال دروا اي نابال دروا اون بليس هو سافر عدد مرات افريقيا ولا عدد مرات في افريقيا مش اول مره سي مونك دو ريسبي فيزافي لل مش بيه ديكلاراسيون اليوم يفالي هو معناتها لا ما انترناسيونال لازم يعرف شو يصرح في الموضوع اليوم حبيت نقول اللي كونه ليسبري دو كوهيزيون تاع الجروب لوخيان المسؤولين المسؤول على المنتخب الاطار الاداري لازم يعطيهم معناها ليزون بوزيتيف كما كنا نحكيو قولوا لهم راهو هذه فهمتني لي كونديسيون على الناس الكل راهو ما يدامش يكون الفيصل بوتيتر بوتيتر باش تحسن الامور راهو عادل في البلدان الافريقيه ديما جينيرالمون تلقى العاصمه وتلقى بلاد اخرى هي العاصمه الاقتصاديه تلقاهم حسنوها وريقلوها مش استادات نحكي انفراستركتور ووتله وكل شيء اما تلقى البلدان معناها نقولوا احنا فهمتي المدن اللي بعاد شويه والا اللي معناها متطرفه ويلعبوا فيها معناها الكاس الافريقيه تلقاهم هذوكم الفرق اللي مشيو غادي يتقلقوا ان شاء الله احنا نخرجوا سلامات من الجروب هذايا خاطر صعيب برشا معناها او كونترير دو سكو بونس برشا عباد وان فوا خرجنا منه في احسن ترتيب سؤالوا الاثنين ولا الثانيين من بعد نجم نبدلوا لكل حادث حديث هذه توزيعة من السادق طبعا يوزع على طريقة رؤوف قليف إذا يوزع مع سيكام إن شاء الله مربوحة الأولاد شعب تونس الكل وسيكام ورانو سور قرطاج قلوبنا الكل معاكم وعلى المنتخب نصنع العجب كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا سيكا هي العمارة وبسرها تزهينا يلي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا نعود والحوار مازال مفتوح طبعا حول هذه النقطة بالذات حبيت تتفاعل زياد بطل افريقيا كلكو سؤال للواحد ليكيب اللي باش يلعب في الفينال وعن جداره بور اتر شامبيون ما نجمش انت ديس كومبيتيسيون ما تكونش عن جداره معناها باي ايكيب باش تلعب اللي باش يفوز فازه وباستحقاق حاجه اخرى الصادق ما نجمش تقول بول صعيبه يعني اذا مالي وغامبيا موريتانيا تقول بول صعيبه سامحني انا هي البول السهله بول صعيبه لا خاطر مالي اليوم مالي كيب كيب محترمه برشا مالي كيب محترمه عنده عديد اللاعبين اللي ينشوا في اوروبا انا بالنسبه لي مالي وتونس تعدوا ثلاثه معناها وين نجموا يتعدوا ثلاثه انت تقول لي غامبيا ولا موريتانيا معناها اوني با كابابل معناها باش نربحوا غامبيا موريتانيا لا متفاهمين ما لازمناش نتعداو 30 زياده علاش حبيت نقول خاطر تعدى ثالث تولي الامور تصعب بالدور الثمانيه هي اكثر واحد يعرف سي فوزي اللي كل مقابله باش تكون صعيبه على المنتخب وما فماش مقابله سهله لازم نحترموا كل المنافسين واليوم في افريقيا الخارطه الرياضيه تغيرت او تكاد تكون وشفنا برشا حوادث واحداث عرضنا لها في علاقه بالمنتخبات التونسيه
والنوادي التونسية. وقت اللي نغلطوا في رواح نقولوا احنا خير دونك نخرجوا على الموضوع. انا موافقك عادل، الكرة معناها لازم تحترمها، حتى ما مهبطش التيران تيران بالهدف السريع، ما فما مينيموم، فما مينيموم تاع ما نعرفش يعني تهبط باش تهبط تمشي تربح. اذا انا ماشي معناها باش نهز كاس افريقيا شو اوبليجي باش نتعدى موريتانيا وغامبيا اوموا. محمد موريتانيا عنده برشا ملاعبيه محترفين وبرشا كلام في الصحافه الموريتانيه ان المنتخب الموريتاني الحالي لن يكون على الشاكله نتاع منتخب موريتانيا في البطوله العربيه الاخيره. صحيح والله موريتانيا شوف راهو من سنوات قاعدين يخدموا معناتها في خدمه كبيره. معناها حبيت نقول ما يلزمش الخمسه اللي اعطيناها في موريتانيا في الكوبا راب باش تغلطنا معناها. لا لا تخيلنا ندخل المقابله وكنا ربحين. ما يلزمش تغلطنا لا ضد لا ضد موريتانيا عادل، لا ضد موريتانيا ولا ضد الفرق الاخرى. راهو جورجي لي بليزون فورم توا راهو هو اللي عنده اكثر شانس معناتها، واثبتت التجربه انه كل ما بوتيتر ما كناش حاضرين كما يلزم خاصه على المستوى الذهني الا ولقينا صعوبات معناتها مهما كان اسم الفريق. المنتخب الموريتاني تعدى بدو سيكل، عمل سيكل باهي برشا وشفناه ضد في البطوله العربيه وقبل حتى البطوله العربيه تراجع شويه، لكن ديما اللي يهمنا في انفسنا. بلاي انا نحب نرجع النقطة على كانوا يحكيوا على البلانيفيكاسيون نتاع الكوب دافريك، ما نعرفش علاش ديما احنا عندنا الكومبلكس دانفيروريتي يلزمنا نحن اون سادابت بارابور لوروب. خويا هما يعدلوا زياده من الكالندري نتاعها بوتيتر، صحيح نومبر دو ماتش اكثر نفهم راهو زياد اي متفاهمين خويا. جاء الوقت جاء الوقت. شوف سامولي تو، شوف سامولي تو توا سامولي تو توا الحرب اللي شانها معناتها على الفيفا مش كان هو واللي جرون جوار افريكان الكل اللي يلعبوا في الاوروب صحيح. دونك جاء وقت اللي لازم تكون عندنا الشخصيه نتاعنا وعندنا خويا الكاركتير نتاعنا في اتعس الحالات في فوزي نقعد ونحكيو. طب لا سامحني يا محمد علاش احنا نكبروا فيها وهي صغيره؟ كيف ما معناتها توقيت نتزوج التوقيت المناسب لينا وليهم. واحنا نحبوا ولا نكرهوا، نحبوا ولا نكرهوا، ملاعبيتنا هما اللي يمشيوا عندهم مش ملاعبيتهم يمشيوا عندنا. سي سا لا ديفيرونس. احنا طالبينهم مش هما طالبينهم. وملاعبيتنا هما اللي مقوينهم. ملاعبينا باش يتحسنوا باش يتقدموا باش يعيشوا في رفاهيه يلزمهم يمشيوا لاوروبا. دونك معناتها سامحني انت تكلمت باغ اكزومبل على الفاز تاع 15 من 15 ديسمبر الجانفي اللي هي جينيرالمون تريف. التريف راهو من حقه زاد الملاعبي باش يرتاح وانت سيد العارفين سي فوزي. اذا كان الملاعب يكون ايبويزي لونجلتير يرتاحوا في لا نويل ولا ريفيون لونجلتير ما يرتاحوش. لا كيوفا لا لي بالفاز لي وفاز روتور ما يرتاحوش بكل لونجلتير ما يرتاحوش حتى ايطاليا عمال زاد وتعمل ما يرتاحوش. بوكسينغ داي يلعبوا اي في لونجلتير لا لا ما يرتاحوش في البريود ديفرنال الشتويه ما يرتاحوش حتى في راس العام يلعبوا كل ثلاث ايام يلعبوا لو بريمير. لا نحكي بعد الفاز الاولى ما يرتاحوش بكل لونجلتير بوكسينغ داي يلعبوا اربع ماتشات في 10 ايام وهيك علاش هم يقول لك اللي يربح ماتشات بوكسينغ داي جنرالمون هيز شوب. باش نختم معك انا حبيت نكمل مع سي فوزي بالنسبه لاوروبا وافريقيا. افريقيا حاجتها باوروبا واوروبا حاجتها بافريقيا، العلاقه متبادله والمصالح متبادله. لكن انا نقول حاجه برك بالنسبه للناس اللي تسال عليه مثلا كاس افريقيا ما قعدتش في الصيف كما تلعبت في مصر في الصيف. ما تنجمش تقعد في الصيف لافريقيا خاطر عدد كبير من البلدان الافريقيه في وسط القاره ولا في جنوبها موسم الامطار نتاعها هو يكون في الصيف، فبالتالي يكون فما مشكلات كبيره في انه بطوله افريقيا تكون في الوقت هذايا. هذايا معناها راي حكوا فيه مختصين وحتى ارصاد جويه وما الى ذلك. امريكا تتلعب في الاكواتور ولا تتلعب معناها في الامريك دي سود تصير في موسم الامطار نتاعها. نحكي على افريقيا. لا نحكي لك حتى الكوبا امريكا تلعب في الصيف. افريقيا ماهيش مجهزه بطريقه انه ملاعبها معناها ولا الانفراستركتور نتاعها ما تتاثرش بالامطار كما بعض البلدان المتقدمه الاخرى. ثاني حاجه بالنسبه للحظوظ في بطولة افريقيا بالنسبة للمنتخب التونسي، انا ملي نتبع في الكأس الافريقية نعتقد ان المنتخب التونسي منافسه الاول له غامبيا وله موريتانيا وله مالي. منافسه الاول هو المنتخب التونسي. احنا نقصنا الانتظام ونقصنا احترام انفسنا ورؤيتنا للبطوله، بمعنى نحترم منافسي، نحضر روحي كونفينابلومون، نركز كما يجب، نتاقلم كما يجب، نبعد على التصريحات كما التصريح اللي حكى عليه سي صادق وسي فوزي وزياد، ونخدم على روحي ونمشي في طريقي. قالها زياد
كتابة الميدان مهما كانت المسببات والظروف اللي دايرة بيك، إذا أنت هابط ومأمن بروحك وعارف إيش تحب أتو تربح الماتشوات متاعك. لذلك مشكلتنا مع أنفسنا قبل كل أحد. جنبي عنده 16 لاعب عادل، 16 لاعب بالكوفيد في أي ظروف مش تلعب، وهي أول مرة في البطولة. مالي منتخب قوي ياسر ويحبوا البطولة لأول مرة في تاريخهم. وبالنسبة لموريتانيا التحضير متاعهم الأخير في دبي مع مدربهم الفرنساوي جديد أعطى وبين أنه فما تطور لهذا المنتخب اللي يلزمنا نحتاطه منه كما نحتاطه من كل المنافسين. هذا هو الاحتياط طبعا واجب، والاحترام واجب لكل المنتخب. المنتخب التونسي إذن شد الرحال إلى الكاميرون. تقرير عصام زيناوي، حسن البغلوتي ووليد الريحي. المنتخب الوطني انطلق البارح في مشواره الافريقي. العناصر الوطنيه تتحول للكاميرون، علامه الرحله خاصه غاب عليها كل من يوسف المساكني وحنا بعل المجبري بعد اصابتهم بفيروس كورونا. في المقابل المجموعه عرفت عوده سيف الدين الجزيري بعد تعافي. اللي صار الكل قبل السفره خليناه ورانا، توا نغزو القدام. كرة القدم تمن إلا بالمباراة وبتسعين دقيقة، تمن كان بالبونتوات، تمن كان باللعب من أجل المريول. ما عادش فما حتى شيء نجمو نحكيو فيه غير كأس أمم أفريقيا اللي باش تنطلق، ومباراة مالي اللي احنا ديجا دخلنا فيها وباش نبداو نحضروا لها إن شاء الله. حنا بعلو مساكني في قلوبنا، وحنا بعلو المساكني ركائز من ركائز المنتخب، الناس كل تعرف الشيء هذايا. نتمنى له العودة السريعة ويلتحقوا بينا إن شاء الله في أقرب وقت ممكن بالنسبة لهم وبالنسبة لنا. كيف المسؤولين الكل اللي ما جاوش معنا إن شاء الله يلتحقوا بينا، كما سليم بن عثمان، كل واحد إن شاء الله عنده إضافة يكون معنا ويقدمها. وكما قلت لكم احنا أهم شيء هو أنه باش نمشيو الكاميرون باش نشرفوا معناتها الناس اللي تستنى فينا، والناس اللي أكيد معناتها عندها انتظارات كبيرة معناتها من المنتخب التونسي اللي ديما يعطي الفرحة ويقدم معناتها أداء طيب، يعطي معناتها نفس هكا تونس في حاجة ليها. الجامعة التونسية لكرة القدم بالنظر إلى ظروف الصحي والأمنية بالكاميرون قرأت حساب لكل كبيرة وصغيرة. شوف اللوجيستيك كل شيء حاضر، اللاعبية الكل حاضرة، وإن شاء الله إحنا وعنا شكون سبق غديك كل شيء حاضر، هزينا كل شيء، الماء تشوف فيه الماء والماكلة وطباخة، كل شيء على ما يرام، الأزياء توفروا، وإن شاء الله الكرة قدم الكرة عند اللاعبية، وإن شاء الله نعمل نتيجة باهية محاضرين. وهذا معناتنا على الناس الكل، الجمعيات الكل، السلامة والأمن وكذا. وما نتصورش أنا عندي ثقة في الأورجانيزاسيون تاع الكاف اللي باش تحضر كل المستلزمات معناتها النجاح هذه الدورة، وإن شاء الله ربي يجيبنا الصواب احنا بالنسبة لتونس. بعد 6 ساعات تقريبا المنتخب حط الرحال بمطار دولة، ثم تحول مباشرة إلى مقر الإقامة بمدينة ليمبي. نقولوا أهم شيء هو شجعوا الناس اللي باش تكون موجودة على الميدان، وشجعوا الإطار الفني اللي باش يكون على رأس المنتخب في الكاميرون، ونشجعوا العباد وتونس كل تكون لحمة واحدة وتدز وراء المنتخب التونسي. والهدف في الأخر بكل هدف واحد للناس الكل، للتوانسة الكل، للتونسيات الكل، هو أنه يفرحوا بالمردود متاع المنتخب التونسي في الكاميرون. بعد تخلفه عن رحلة البارح حنا بعل المجبري يسافر اليوم للكاميرون بعد ما كانت نتائج تحليله الأخيرة سلبي. اللاعب يلتحق بالمجموعة اللي بدأت التحضيرات ودخلت في التركيز الكلي للمباراة الافتتاحية ضد المنتخب المالي نهار الأربعاء، على أمل تكون الانطلاقة إيجابية. إذن المنتخب الوطني التونسي وصل إلى الكاميرون، واليوم انطلقت استعداداته لمباراة اليوم الأربعاء ضد المنتخب المالي. مباراة ستكون قوية بالتأكيد، سنعود إليها، لكن الثابت أنه اليوم مطالبين أنه ركزوا على المباراة هذه، ركزوا على الدورة هذه، وننسوا بعض الخلافات وبعض المشاكل اللي صارت،
وبعض الأشياء إلى حين معناها نهاية الدورة. صدق الأجواء حسب بارينا أجواء متميزة، معناها وفروا كل الضروريات وكل الأجواء ونقاوا الأجواء، وحتى رينا معناها صارت مصافحة ما بين السيد الناخب الوطني والإعلاميين، وصار شوية شد هكا معناها نفسي، معناها الأمور معناها على العال الحمد لله، معناها ما عادش فما خلينا نقول. أنا عجبتني اللقطة نتاع مقر إقامة المنتخب التونسي برشا، كيفاش حطولهم من النشيد وكيفاش معناها ودوهم طريقة فيها حس وطني كبير برشا، حفزوهم عملوا إن إي دونور، معناها عملوا زوج صفوف الطواقم، معناها طواقم النزل وصفقوا عليهم وتمنوا لهم معناها كل التوفيق. ونقولوا اللي حبيت تقوله صادق في وقت كما هكا، وفوزي بزرتي أكيد يعرف ولعب أكثر من مرة مع المنتخب التونسي مع الفرق التونسية، وقت اللي يتعلق الأمر بمسابقة إفريقية وبمسابقة دولية خارج حدود الوطن تنتفي كل المشاكل، ولابد أن اليوم ركزوا على المنتخب وركزوا ونساندوا المنتخب، وبعد لكل حادث حديث. مالوريزمون ما نجموش نعيشوا من غير مشاكل مصيبة فهمتني، لكن نعرفوا نرموا بها معناتها المشاكل. أثر الأجواء هذه سي فوزي على المنتخب؟ لا صارت عدة مشاكل معناتها بالنسبة للتصريحات مع الصحفيين، معناتها ما عجبتنيش برشا بالنسبة معناتها تحبوا النكر وديع الجري وأنت تعرف شنو هي علاقتي وكذا فهمتني، لا ما يستقبلوا ما يستقبلوش رئيس الوزراء فهمتني، معناتها حتى أوزيو دو جوار والجروب معناتها كانوا ما عندهم معناتها الرئيس ماهوش رئيس، معناتها دو لوتر كوتي لونترونور ناسيونال في قيل وقال مع الصحفيين ومع الإعلاميين، فما حاجات معناتها إلا معناتها من ضر. لكن هذا ولو أنه لازم منطقة المنتخب يكون بمنأى عن هذه المشاكل والتجاذبات والخلافات. كي معناتها النقطة الثالثة بعض ليكيب ناسيونال حكاية ليكيب مول ما تعداش في الديوانة، معناتها معناتها فما حاجات معناتها ما لازمناش نغمضوا على عينين، بقى ليك لونترونور ناسيونال يلزم يبعد الملاعبيه الكل على المشاكل هذه الكل ويتلها ويسيكونسونتر فهمتوا لها ماتش بار ماتش ويحفز الملاعبيه ويبعدوا الملاعبيه، ومعناتها والجروب ما عنده حتى دخل في المشاكل معناتها اكسترا سبورتيف، عنده متارا وعنده كونسونتراسيون وماشيين غادي فهمتوا لها باش يعطيوا لو ماكسيموم، ما نقولش معناتها يربحوا ولا ما يربحوش، اما جو فوا لو روندمون كل واحد يخدم خدمه. انا في حياتي عمري ما طلبت جمعيه باش تربح جمعيه، ما نطلبش جمعيتي باش تربح، ما نقولهمش اليوم مع حياه وموت يلزمكم تربح، مستحيل. فات فترون اخدموا خدمتكم حسب حسب ما اتفقنا فيه وحسب ما فهمتي وتعطي الماكسيموم، اللي عنده باش يزيدني بليز برك الله فيه، الا ما عندوش يخدم خدمته هكا فهمتي. يلزمهم لاعبيه يكونوا مركزين ويبعدوا، وهنا الدور خاصه منظر الكبير، منظر الكبير لازم يبعد الملاعبيه على المشاكل هذه الكل ويسي كونسونتر معناتها مع بيتو، وما فماش ما تسهل. موريتانيا معناتها راهو تعادلت معنا مرتين راهو في كاس افريقيا اللي فات والريتور هذا معناتها تصفيات كاس العالم، ما نقولوش معناتها موريتانيا اقوى منا، ماهيش اقوى منا في حد شيء، لكن معناتها ما كناش مركزين، ما كناش مركزين وما كناش معناتها ما خذيناش بجديه كبيره الماتش. ملاعبيه في ذهن ونقول لهم ملاعبيه ما فماش ما تسهل، وهذوك اصعب ماتشات اللي تقول لي مثلا نقول احنا نوتروبورتي نجي ريسبكتون نحترموا الناس كل الكبير والصغير واللي يمشي العصير، هذيك انت نقولها حتى الملاعبيه تينا با لو دروات ما تحترمش، معناتها ملاعب اي فريق مهما يكون ما فما حتى فريق سهل اذا ما انت ما تكونش معناتها بالجديه الكافيه معناتها في اتم الاستعداد فوز معناتها ما يفوز مي سوفرير، يعني الكلمه نقولها لازم يفوز مي سوفرير فهمتني، ما قوليش معناتها ساكن في كذا ولا ساكن في كذا ايش بيه، ما تمشيش ايش بيه ايش بيه، شنو المشكل مش عاجبك تمشي، شنو المشكل شنو المشكل، لازم نعيشوا معناتها في سانك توالا، تربينا معناتها في الحجر وتربينا في التراب وتربينا في واحد معناتها اون دو فري معناتها سادابتي معناتها تو على كل حاجه معناتها لازم نتقم عليها، وهذا الملاعبيه نتاعنا كل معناتها ولا وتشوفوا معناتها الفرق نتاعنا علاش اكثرها نجحت في افريقيا، خاطر معناتها فما مدربين وقفوا على هذا معناتها سواء النجم كان سواء الترجي كان سواء النادي الصفاقسي سواء النادي الافريقي اللي لعبوا كلهم مشاركتهم طيبه، وهذا كش قاتلنا بالله نقولوا تونس وكذا وكذا، لكن الفرق نتاعنا والرياضه نتاعنا والفوتبول نتاعنا ديما انا نقول لبس عليه مالغريتو مالغري المشاكل ومالغري تسكن فولي لكن اوني بيان. زياد تكلم فوزي بنزرتي على
التأقلم مع الأجواء. اليوم عندك مجموعة جديدة من اللاعبين اللي ما عايشين في أوروبا ويكوروا في أوروبا، كيفاش ينجموا يتأقلم دور المدرب دور الإدارة اليوم حتى يتأقلموا مع أجواء صعيبة خلينا نقولوا بصراحة، لكن لابد من التأقلم منها، ما عندناش حل آخر. لابد كما قال سي فوزي، رول المدرب تري امبورطون، رول الملاعبيه اللي عندهم اكسبيريونس اكثر من الملاعبيه هذوكم، رول المسؤولين. لكن شنو نقول لك، الملاعبي هو يحكم في روح. اذا انت باش تلعب باس صحيحه عادل، ولا باش تعمل كوفرتور، ولا باش تعمل مترو زيد، ولا باش تكون مركز، ولا باش تقرا حسابك، ولا شوف لي زابوي نتاعك كيفاش، معناها سي ا توا. انت ملاعبي بروفيسيونيل وعندك ان سارتون نيفو، ماشي الكوب دافريك مش تتعلم صحيح، انت حاضر دون لو بان، يعني لازم تكون ما تخلي حتى شيء لو هازار. صحيح لونترونور باش يقوم برولو، المسؤول الملاعب اللي عنده بلوس ديكسبيريونس باش يقوم برولو، مي اني كملاعب اني شنو حضرت، كيفاش اني جو مداب، معناها اني ماشي باش نلعب معناها كومبيتيسيون كبيره وباش نكون احسن ملاعب في ليكيب ناسيونال، باش نكون احسن ملاعب في كل ماتش نحب نلعبه. يعني واحد من الناس كنت نخمم هكاك، كل ماتش نحب نلعبه نقول لازم يكون احسن ملاعب في التيران، لازم يعني العباد يتفرج فيه في التلفزيون يقولوا يعطيه الصحة، كان اليوم أحسن واحد. هذاك نخمم كيك خويا، يعني واحد من الناس حتى معطي تبذل مجهود كبير يقولوا لك يعطيك الصحة، فوالا فهمت. حتى كي تضيع بونتو مثلا يقولوا يعطيه الصحة، اجري خاطر يبذل في المجهود، اجري 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 اجري. أنا ما نقبل نقول أخويا تكنيكمون ما مشيتش معايا الكرة، مانيش اون ريوسيت، عملت كروشي خليت الكرة ورايا، كيما تعرف الكرة بعد ساعات فما ريوسيت، تعمل لك الكرة تمشي معاك تدريب، ساعات بسقيك ما يجاوبوش، ساعات الادفيرسير معناها اللي مقابلك حاضر وما خلاكش تتعدى، ني بالروح بالقليب بالوقفة ما نسلمش، نحاول نعارك على كل كرة، كرة بالراس ما خليش أطول مني، ما خليش يرجع، هو باش يربح الجويل معايا ما خليش يضربها يرجعها وين يحبوه، نطلع معاه نخليه يرجعها اون ديزيكيليبر يحطها في التوش، ترجع لياني نعطلو اني في الرولونس نتاعو، نرجع لتالي نقعد نستنى نعمل لي زابيل في داره، حتى ضيعت الكرة الأولى ضيعت الكرة الثانية، نقعد نجري في داره، نقعد نعمل رولي لازمني، حتى ولو ضيعت الكرة يلزمني نخدم خويا، عندي رولي يلزمني نعمله، يلزمني نجري يلزمني نقاتل. سمعنا تصديق الكلام اللي كان يحكي فيه زيادة، احنا المدربين في بعض الأحيان نقولوا للملاعبية معناتها في لي ريونيون في لي بريفينغ، نقولوا إذا تحس روحك ماكش في فورمة، ما لقيتش الكونترول، ما لقيتش الروبير نتاعك في التيران، تغلب هذاك وتغطي هذاك بالاجريسيفيتي. نحب نرجع لسؤالك عادل، نقعد نضحك ساعات أي. ساعات بعد ساعات نروح يقولوا لي ملا ماتش عملته وين اسمح لي روحك وين ما نجحت في حتى كوره، الروح تغطي كل شيء، يقولوا لي لعبت يقولوا لي خويا ملا بارتي عملتها وين اسمعني، عملت بكو دي شيء وضيعت برشا كونترولات، مي نجري نتاكلي نرجع نهز نعمل كذا. واش نقول لك عادل في الكوره سي تري امبورطون كي تجري وتقاتل وكذا، الكره تجي قدامك بعد باش تمركي، الكره تاع البونت تجيك وحدك طاوعك طاوعك، فهمت، خاطر لازمك تتعب عليها، ماهيش مثال مش انت حاط يديك في حزامك فينك وتفرج على اصحابك وبعد تقول شبي الكره ما مشاتش معاك، لا ما تمشيش معاك الا ما انت تتعب عليها تجري وراها. كلاش نقول لك ان يا با تشوف ما نامنش بالزر، عليك الحركه وعليه البركه. صحيح اكزاكتومون. نحب نرجع للكلام سي فوزي خاطر فيه عبر، بتعرف الانسان معناها كي يسمع مدرب دار افريقيا بالكدا الكلام عنده معنى، كلام من ذهب عليه، خاطر تو نحكيو على عدم التاقلم اللاعب التونسي مع المعطيات الافريقيه، انا بالنسبه لي هذا ولات ديمودي وكل مره يرجعوا لنا وكذا، اللي مش يلعب في تونس مش يحمل قميص المنتخب، راهو يلزمه يلعب في افريقيا، راهي افريقيا حقيقه تابعه لتونس، راي حقيقه هي اللي مش توصلنا لكاس العالم وهي اللي مش توصلنا للتالق في شتى الميادين، ولذلك راهي افريقيا حقيقتنا وافريقيا هذيك طريقنا، ولذلك التاقلم معناها نحيوها الحكايه الفارغه، ما تخليوش روجي ميلا يرجع ديما يذكرنا يقول جماعه المغرب العربي انتم جماعه مدلين، إيه اذا ما عجبتكمش الظروف هذيا نمشيو لاسيا علي شرشي ان فوتبول اير اون اوروب، عنده الحق قال مشيو اسيا ولا اوروبا، حتى نعملوا قدر بيننا بين ايطاليا نوليو في الاوروبا باستثناء المجبري، شكون هذوما ما لعبش في الافريق؟ كلهم لعبوا براتيكمون في الافريق، معناتها ماهيش حاجه جديده. انا نحب نرجع لحاجه بتتر المشاكل نتفاعل معك في هذه مثلا، ولو حتى ولو المجبري تو وزر لي كان بدني مركز على الكره اللي بجايتني في الكونترول نتاعي مثلا، مركز في ماتشويا مثلا، شنو هو معناه شنو التاقلم؟
شنو تأقلم؟ سي تكنيكمون تو دوا اتر بري معناها كيفاش باش تستقبل الكره، كيفاش تعمل لابيل، باش تعمل كوفرتور، معناها هذوما حاجات معناها يلزمك تعملهم بالطبيعه. سي طون ترافاي، سي طون كي لو ريسك دو ميتي. كيما مثلا نعرفش يعني اي خدام اخر باش يمشي يخدم في بلاصه فيها برشا سخانه ولا فيها برشا برد ولا فيها برشا مطر، سي لو ريسك دو ميتي. انت يفو اتر بيرفورمون. انا راسي تان فو بروبليم للاعبين نتاعنا. انا احنا سمعنا لي ديكلاراسيون نتاعهم الكلهم موتيفي، وممكن من نقاط النيره معناتها اللي شفناها انه الملاعبيه الكل اللي يتكلموا الكل يقول لك احنا ماشيين باش نجيبوا الكاس. انا نحب نقول حاجه جيست على الظروف اللي سبقت بتاتر رحله المنتخب. انا نقول الحمد لله عندنا مدرب تونسي الحين، كسوا منذر الكبير ولا غيره، والمهم الاطار الفني على راس المنتخب هو اطار فني تونسي. تصور لو كان ان اترونجي معناتها مدرب اجنبي وشاف المشاكل هذه نتاع الازياء والمشاكل الاخرى، معناتها حاجات ريديكول بصراحه. مي الحمد لله ما يفهمهاش، وبالعكس يرمي الكره في الكوم تاع الناس الاخرين ويخرج منها. لا يهمه فيها ولا يحب يفهمها ولا يصار لا وبالعكس بالعكس يتسبب بها ويحط البريسيون على الناس الاخرين، ما يحطهاش على روحه. احنا اليوم ليترونجي اذا تصور انت اليوم مدرب اجنبي يلقى مشكل نتاع ازياء يلصنفو. دونك الحمد لله انه اليوم عندنا مدرب تونسي. انا اقول سي فوزي خاطر والتوانسه نزيدوا نعاود وهذه متفقين فيها الكل انهم يلصادابت ان امبورت كيل فاكتور، وان شاء الله المنتخب التونسي ينورنا ويكون في المستوى. قالوا الاولاد الكل باش بين ترنيو بتونيات الزرق بتترى فما خلطوش تنويات على ذكر التمارين الكيت اخر حصه تدريبيه وتصريحات تصريحات اللاعبين قبل التوجه الى الكاميرون. عصام زيناوي، حسن البقلوطي وايمن الهدلي. كل ما تتوفر الضغوطات هذه والصعوبات يلزمنا نخرجوا افضل ما عندنا، خاطر اون با لو شوا. يلزمنا ندافعوا على الصوره اللي قاعدين نعطيو فيها في الفتره الاخرانيه نتاع ملاعبيه قاتلوا، نتاع ملاعبيه حاربوا، نتاع ملاعبيه يمشيوا للاقصى باش ان شاء الله في التورنوا هذه نمشيوا للابعد. هذا نفس الشيء. اللي يهمنا نتهاو برواحنا احنا، اهم شيء نحضروا احنا كما يلزم، وهذاك هو الهدف نتاعي. تركيزنا كامل على باش نكونوا في افضل صوره اللي نحنا فرديا وجماعيا. On m'a beaucoup parlé de l'Afrique, on m'a dit que c'était différent, mais après c'est un match comme un autre hein. C'est un terrain de foot, c'est un ballon et on va, il y a mes coéquipiers qui sont là pour m'aider, pour bien m'intégrer même si on est en Afrique. Et on va tout donner. جنو تويك مع جوارتك هو ماشيين باش نلعبوا كوب دافريك وما يهمنا في حتى شيء. On fait partie des meilleures équipes d'Afrique. Donc on va tout donner pour le prouver. On va prendre match par match et pourquoi pas. طبعا كانت صور من اخر حصه تدريبيه جاه المنتخب التونسي قبل التحول الى الكاميرون، وشفنا حتى المجبري كان موجود في تلك الحصه التدريبيه. قلت لك المجبري اي، ورجع اليوم وسافر واكيد وصل ان شاء الله للكاميرون للالتحاق بالمنتخب التونسي بعد ما كان طبعا التست الثاني معناها سلبي والحمد لله. دونك اجواء 5-5. ما هو الكوفيد بالنسبه للمنتخب التونسي معناها ضرب في وسط الميدان، ضرب لك اللاعب اللي قادر يعطيك اللمسه اللي هو يوسف المساكني بكل صراحه، اللي معناها عنده الحلول. وثاني حاجه ضرب لك الموهبه الصاعده نتاعك اللي هو قدم بطوله عرب مميزه جدا. ولو انه في التعامل مع المجبري ديما يلزمنا نكون رزان شويه
ومن من 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 نمشيوش في المبالغات لانه هذاك ما يخدمش اللاعب. وهنا ياتي دور الجهاز الفني والاداري نتاع المنتخب باش يريض الامور ويحط الامور في نصابها. هذا بالنسبه للمنتخب التونسي وكوفيد، والله يبعد علينا كوفيد، وان شاء الله البطل يطلع سهيل الشملي في نهايه البطوله ويساهم في هزين كاس افريقيا. سي فوزي، كيفاش النجم يتعامل الاطار الفني مع اللاعب المجري؟ خاطر قال المدرب لازم يحميه ويبعده ربما من الهبله هذه والضغط اللي قاعد صاير عليه. المدرب القوي مهما يكون اسمه معناتها ما ياخذوش على فتره طويله، ياخذ الفترات اللي ياخذ فيهم كلهم فترات قصار. التعامل نتاعو يلزم يتعامل مع متر لوبي سور تير. مجبري مازال عنده عده اشياء يلزم يتعلمها. ما نكبروش قبل ما يكبر. وقت اللي يولي تيتيلير في مانشستر وقت كلمني يقول لي معناتها ولا معناتها كي صلاح ولا العديد لاعبين مازال يتعلم. مازال ما عندوش بس لونك دياغونال لتير ما يدخلش ل 18 متر فهمتي معناتها لي باس بوزيتيف. ما يماركيش قلتها. ولي باس بوزيتيف ولي باس ديزيزيف معناتها سي تريز امبورتون. هذوما الريبرتوار كل مازال ناقصو راهو صحيح. الميتريز دا بال بارفيتمون بيان، مي يعطيني لا سويت بعد الميتريز لا بال بور امني كيلكو شوز بور امني كيلكو شوز بور لي زوطر بور ليكيب. اور هذوما كل مازالو ناقصين. المدرب معناتها يلزم يحط صحي ويا دي فوا فهمت ولا معناتها يقعد على البنك دي تون زون تون ما فيها باس. سي فوزي احنا بعرف يعني انت تلعبوا ان تخوازيم ميليو تيران ولا سوغ لو كلوار؟ اكسنتري معناها هو سي ديبون الافكتيف اللي عندك راهو. سي فوزي انت وين تنجم؟ انا عندي افكتيف ايكيب ناسيونال عندك ريزرفار كبير معناتها سي با كوم ان كلوب. في السونتر دو جو ولا على الكلوار؟ في السونتر دو جو. سي ان اورغانيزاتور دو جو مي فو لو ترافايي دون سي سونس. الكلام اللي كنت نقول فيه فو ترافايي دون سونس يولي لعبه نتاعو تري بوزيتيف تري بوزيتيف فهمتي خاطر معناتها يولي فيرتيكال زي لا كاش سي با بيان معناتها دو جوي ترو هوريزونتال صحيح فهمتي الفرق بين هذا تعلمنا معناتها ولينا الناس الكل ماذا بينا نشد الكره معناتها فهمتي ونسينا الفيرتيكاليتي فهمتني معناتها تشوف بايرن ميونخ سي توجور معناتها طف طف تجيب هو لي اكسيلون في الباس فيرتيكال عنده باس بالانتيريور معناها قوي. باش نخرج فاصل شاري ثم نعود ونواصل الحوار.